الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت وزارة التجارة في العراق أنها تسلمت مبلغا ماليا مقداره 200 مليون دولار لشراء دفعة أولية لشراء القمح الأجنبي على شكل وجبات، مبينة أن حصاد الحنطة في كردستان العراق ما زال مستمرا. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون إن عملية حصاد القمح ما زالت مستمرة في كردستان العراق ويتم تجهيزها في المنافذ التسويقية للمحافظات، وأضاف أن كمية القمح التي تم حصادها تكفي للعام الحالي، كما توجد استعدادات جارية لشراء القمح الأجنبي من مناشئ عالمية بعد توقيع وزارة التجارة مذكرات تفاهم مع كل من أستراليا وكندا وأمريكا. سجلت تركيا في حزيران الماضي بيع 8630 وحدة سكنية للأجانب في عموم البلاد. وكشفت هيئة الإحصاء التركية عن زيادات حجم مبيعات العقارات للأجانب في حزيران بنسبة 81% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتكشف الأرقام عن تصدر المواطنين الروس قائمة شراء العقارات ب 1887 وحدة سكنية، ثم الإيرانيين ب 987 وحدة، والعراقيين ب 807 وحدات. واحتلت مدينة اسطنبول المرتبة الأولى بين أكثر المدن التركية في بيع العقارات للأجانب خلال شهر نيسان ب 27998 وحدة سكنية. أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن العراق جاء ثالث أكبر مصدر للنفط إلى المصافي الحكومية خلال شهر حزيران من عام 2022. وقالت الإدارة إن حجم صادرات النفط الخام العراقي للمصافي الحكومية الصينية خلال شهر حزيران الجاري قدر ب 23 مليون برميل بمعدل 778 ألف برميل يومياً، مبينة أن هذه الصادرات انخفضت بنسبة 8% عن نفس الفترة من العام الماضي، ومنخفضة بنسبة 31% عن شهر أيار الماضي التي بلغت فيها الصادرات 34 مليون برميل، مضيفة أن روسيا جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر مورد للخام للصين ثم السعودية، ليتربع العراق في المركز الثالث. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الأمريكية بأكثر من 4 مليارات دولار خلال شهر أيار الماضي. وقالت الخزانة إن حيازة العراق من السندات الخزانة الأمريكية لشهر أيار من عام 2022 ارتفعت بمقدار 4 مليارات و584 مليون دولار وبنسبة 13% لتصل إلى 32 مليار و894 مليون دولار، بعد أن كانت 28 مليار و310 ملايين دولار في شهر نيسان الماضي. وأضافت أن السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 15 مليار دولار وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 17 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه السندات تمثل 0.4% من سندات العالم. وقع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون مرسوما يقضي بصرف مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين. وتشمل المساعدة راتب شهر كامل وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من أجل تمكينها من سداد هذه المساعدة التي تناهز 115 مليون دولار تقريبا. يأتي ذلك في ظل استمرار إضراب عام للموظفين في القطاع العام للأسبوع الخامس، وسط رفضهم حصر مطالبهم بزيادة راتب شهر إلى دخلهم الذي يعتبرونه هزيلا جدا. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
الختام الموجز بأمان الله.